وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة نستقبل رجل أعمال جديد في حلقتنا. رحبوا معي بضيفنا رجل الأعمال الأستاذ عبد الله من فانتاستيك كيدز. أهلا وسهلا أستاذ فيك. أهلا، شرفتوني قناة ABC وضيوف قناة ABC والشاشة بتاعتي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله. ممكن تعرفنا بالبداية عنك وعن بداياتك مع البزنس؟ أنا اسمي عبد الله، أنا متواجد هنا في الإمارات لمدة 4 سنين. البيزنس هو بسيط جدا، هو صالة تسلية للأطفال، سوفت اندور بلاي جراوند. احنا بنوفر للأطفال هنا البلاي جراوند أو الانفايرومنت أو الجو اللازم للأطفال إن هم يقدروا ياخدوا راحتهم ويقدروا يتفاعلوا مع الأطفال الباقيين، وإن هو برضو في نفس الوقت بيكونوا زي في اكتيفيتيز بتنمي قدراتهم وبتنمي قدراتهم بتنمي قدراتهم الفعليه. وهو الانفايرمنت هنا برضو في اغاني وفي زي اكتيفيتيز بتخليهم برضو يتفاعلوا مع الاطفال اللي زيهم. استاذ عبد الله، ممكن تخبرني شو الخدمات اللي بتقدموها في فانتاستيك؟ هي الخدمات بسيطه جدا. الخدمات هي عباره عن زي العاب متوفرة بدل ما هي متوفرة برا، فهي متوفرة داخل المتجر عندنا. هي في باكيجز زي باقات، الباقات دي على حسب ما انتم بتشرفونا، على حسب برضو انتم لما بتشرفونا في المكان شايفين ان هو ده مناسب ليهم. الاكتيفيتيز هي العاب بتنمي القدرات زي ما انتم شايفين. في عندي اكتيفيتيز ايديوكيشنال رومز، في اوقات برضو الموفيز نايتس للاطفال. عندنا education system برضو، في عندنا برضو زي birthday room، فقط للبيرثدي، لان الحاجة الوحيدة اللي هي بتواجه الاطفال وبتواجه الاباء ان هم بيواجهوا مشكلة ان هم يعملوا birthdays للاطفال بتاعتهم، فاحنا بنوفرها لهم في المكان عندنا وبنوفر لهم كل الادوات اللازمة وكل الجو اللازم ان هم يخلوا الاطفال مستمتعين بالعيد ميلاد بتاعهم. استاذ عبد الله، في ظل المنافسه الشديده في دوله الامارات، كيف تميزتوا عن غيركم بتقديم هذه الخدمات؟ هو التميز بيكون ان احنا جو الاطفال اللي احنا بنوفره للاطفال هو مناسب لسنهم. احنا عندنا موجود هنا لكل مكان ليه عمر معين، ما ينفعش ان هو يتم الاختلاط بالاعمار. يعني عندي مكان للاعمار من السنه، الاعمار من 3 سنين، من الاعمار ل3 سنين، مع اعمار ل5 سنين، اعمار ل6 سنين. في كمان منفرد بحاجه بسيطه جدا وهي الروبوت. عندي روبوت، الروبوت ده بيقدروا لو انت حضرتك او الاب او الام عايزين يقضوا وقت بره، يقضوا جو بره وعايزين يطمنوا في نفس الوقت على اطفالهم اللي هم سابوهم، فالروبوت ده بيقدر ان هو يتواصل معاهم فيديو كول. هو ما عليه ان هو بيتواصل بالروبوت واحنا بنوصل الروبوت ده للطفل وكانه انتم مباشره بتتوفروا معاه. بالنسبه للاسعار فهي الاسعار تنافسيه جدا، فاحنا اقل سعر في الماركت حوالينا، وهو ده بيثبت ان هو احنا التارجت بتاعنا او الهدف الاساسي بتاعنا مش اللي هو الربح، بل بالعكس ان احنا نوفر للاباء ونوفر للناس زي بيئه متناسبه معاهم ماديا ومتناسبه مع الاطفال بتاعتهم. استاذ عبد الله، بعد النجاح اللي وصلتوا له، شو خططكم المستقبليه؟ والله هو خطتنا المستقبليه ان احنا برضو نكون منتشرين في جميع انحاء الامارات، لان برضو المشكله دي زي ما هي متواجده في اماره هي متواجده في كل الامارات وفي كل العالم. فانا على قد ما بقدر ان انا بكون بروح للاماكن اللي هي فعلا فيها مشكله اساسيه للاطفال وبقدر ان انا اوفر لهم المجال ده. استاذ عبد الله، انت كرائد اعمال وصاحب خبره، شو بتنصح اللي بده ياسس عمل جديد في دوله الامارات؟ هو انا اهم نصيحه جدا هي الصبر، لان هو الصبر ده لازم يكون متواجد في اول عمليه انت بتعملها. تاني حاجه الريسك، ما تفكرش ان هو الريسك ممكن يجي عليك بتاثير سلبي، بالعكس الريسك ممكن يجي عليك بتاثير ايجابي وان انت بتتعلم منه. وتالت حاجه واهم حاجه، اهم حاجه تسمع لنفسك وتسمع لكيانك الداخلي، وساعتها انت هتحقق النجاح اللي انت عايزه. وطبعا حابب اشكر شيوخ وحكام الامارات بان هم
وفروا للمغتربين او وفروا للاجانب المتواجدين في الامارات الدعم، كل الدعم والامن والامان اللي متوفر في الدوله. بالنسبه للدعم احنا بنشكرهم جدا 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 على كل التسهيلات اللي سهلوها لنا ان احنا كمغتربين نقدروا ان احنا ناخد فرصه ان احنا نكون متواجدين ونعمل بيزنس ان احنا نقدر نكتسب منه اي خبره. بالنهايه استاذ عبد الله بدنا نخبر المشاهدين كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا على فانتاستيك كيدز. احنا متواجدين في ند الحمر. ند الحمر هي 15 دقيقه بالظبط من ميردف سيتي سنتر، 10 دقائق من دبي فيستيفال سيتي. بيكون التواصل عن طريق الارقام اللي انتوا هتشوفوها على الشاشه قدامكم وعلى مركز التواصل الاجتماعي اللي هتشوفوها على الشاشه. شكرا استاذ عبد الله، بالتوفيق. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.